صح الكاف من الترجي ديك بس روح تعطي تاع الترجي ني وانت والله ماني باغي لا الاهلي لا الترجي لا وين برا عاديه وكاو مش ثاني هي يلا الترجي خويا مش قادر تلعب الحقيقه وغادر هذا النهائي بكثير من الندم انه ما جازفت مبروك لنادي الاهلي بس تنحى والله لازم تنحى الكاف مش مصر بركان وزيد الترجي زوزري قالوا ياك ولكن خانتنا وغادرت راك تشرف المباراه مباراه عاديه وكاو مش ثاني نهائي يلا الترجي خويا مش قادر تلعب ولا الترجي مش قادر تلعب ان شاء الله حميتي للاهلي ما عنده شيء خويا الاهلي وحش لا ترجع حلو وحشين ومش ثاني نهائي اما يا خويا الترجي ديك بس روح تعطي تاع الترجي نهائي ماشي وانت حق محمد والله يا شباب انا نحب ناكل وحيد كبسه بعد لما تشتري لحم بالدجاج والله ماني باغي لا الاهلي لا الترجي لا وين نحب نشتير مضغوط صوص خبز فاهم دجاج مشوي على الفحم مكر اما المباراه خلاص نعمه اهم حاجه الاكل والشرب اهم حاجه هو اهم حاجه مش مشكله المباراه اهم حاجه اما صاحبنا ده بص جالس ازاي ده هيموت عشان الترجي بس ان شاء الله الاهلي يفوز بس احنا اخوات برضه